السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. دائما مع لغة البرمجة سي، وهذا هو الدوزيام فيديو ديالنا في لي شين دو كاركتر. قلنا داكشي اللي كينطبق على لي طابلو كينطبق على لي شين كاركتر، يعني يمكن لينا ناكسيديو لي زيليمو ديال شين كاركتر بلانديس. وراه كنت وريت لكم في ليكزومبل فايد، شفنا عندنا مثلا واحد الكاركتر، واحد الشين كاركتر فيها ا سميتها ا، فيها 6 ديال لي زيليمون. كيمكن ليا نافيشي، عفوا، كيمكن ليا نافيشي اي ايليمون بغيت. بيان سيغ لي طابلو قلنا انديسي ا زيرو، كيبداو من زيرو حتى لخمسة، شي شفناه بالبوكل ديال فوق. عندنا واحد دي فونكسيون بخي ديفيني، عندنا بوتس و جيتس. هاد لي فونكسيون هادو كيديروا لنا الدور ديال برينت اف و سكان اف. اكوتي دي فونكسيون برينت اف و سكان اف كو نو كونيسون ديجا، نو زي تروفون لي دو فونكسيون بوتس اي جيتس. هادو دو فونكسيون بوتس اي جيتس سبيسيالمون كونسي بور ليكريتور اي لا ليكتور دي شين دو كاركتر، هادو خاصين غير بلي شين دو كاركتر. السانتاكس ديالهم كنكتبو بوتس و كنكتبو لو نو ديال الشين ديالنا. يعني عوض ما نكتبو مثلا هاديك برينت اف اللي يعني كتحتاجنا دو باغامتر، كنلاحظو بان بوتس كنعطيو غير باغامتر واحد. بما اننا قرينا لي فونكسيون ولينا دابا كنفهمو هادوك لي فونكسيون منين جايين ديال سكان اف و برينت اف، كلهم ولينا فاهمين كيف هادوك لي باغامتر ديالهم. لي في ديالها بوتس اكخي لا شين دو كاركتر ديزيني بار شين سور اس تي دي اوت البيبليوتيك، اي بروفوك ان روتور على لين، كديرنا روتور على لين بوحدها، يعني ما كنحتاجش ندير داك اونتي سلاش ان. اون براتيك بوتس نعطيو هنا تكست اي ايكيفالونت ا برينت اف، برينت اف قلنا كنعطيو دو بارامتر تكست وكنزيدو هاد اونتي سلاش، وهادي كتعطينا الاونتي سلاش بوحدها. نجيو نشوف، درنا برينت اف اتافيشينا، ونجيو نديرو بوتس ديريكت ونعطيوها نو ونشوف. كما كتلاحظوا الفونكسيون الاولى ما داتليش روتور على لين، الفونكسيون الثانيه دات لي روتور على لين، يعني هنا خصني نزيد اونتي سلاش. وهنايا مثلا الا جيت وكتبت موراها واحد برينت اف مثلا هلو وول، غادي نلاحظ وغافيل كتلاحظوا بان رجعت ليا الصفحه كما كتلاحظوا خليل. هذه تدرت لها اونتي سلاش ان الاولى، كما كتلاحظوا خليل تدرت لها اونتي سلاش ان الاولى عاد رجعت لي للسطر الثانيه، ما احتاجيتش ندير لها اونتي سلاش ان، رجعت الراس على السطر. هذا هو الفرق ما بين هاد بوتس وما بين برينت اف. عندنا واحد فونكسيون اخرى قلنا هي جيتس، جيتس حتى هي تكتب جيتس او شين. هاد جيتس بحال سكان اف، جيتس لي اون لين دو كاركتير دو اس تي دي ان واحد بيبليوتيك، اي لا كوبي ا لادريس انديكي باشين، كتشد ليا واحد سميتو واحد لاشين وكتخبي عليا في واحد لادريس. بيان سور هذيك لادريس اللي كنشدو بومي اليمو ديالها، و لو روتور على لين فينال اي رومبلاسي بار لو سامبول دو فان دو شين، وكتزيدنا هاد سامبول الراسة. اكزومبل انت ماكس، عندنا واحد لونتي سميتو ماكس يعطيناها لا طاي اف شار لين ماكس جيتس لين. نجيو نشوفو عاوتاني نفس الشيء، وغادي نوريكم المشكل ديال مثلا عندنا واحد برينت اف بوني ان شين دو كاراك، لا مثلا نقولو دوني فوتر نو كومبلي، مثلا فوتر نو كومبلي طابيلاسيون، ونجي هنايا ندير شار نو مثلا فيها عند فلاطاي 20، ونجي هنايا ونقول له سيدي سكان اي. حنا موالفين كناخدو بما انها شين كارتي غناخدوها باس، وغندخلوها ونجي هنا ونافيشيو ديك نافيشيو بوتس، بما اننا قرينا بوتس نافيشيو بوتس نافيشيو نو بوتس. باغدو كنسى مكنكبرش هاد لافيشاج، نلاحظو
donnez votre nom complet, Khalil Mohamed. لاحظوا افيشات ليا غير خالد. نجي هنايا ندير نفس الشيء، ناخذ هذه نفس الجملة، وهذه المرة غناخذها بليس لا ادريس دونو، ونجي ونفس الشيء ندير فولس، غادي نعاود نافيشي داك النيم. لاحظوا المرة الاولى شنو غيبقى، لاحظوا محمد خليل غتعطيني بيان سو كدوز ليا ديريكت. علاش؟ لان هادي ما كت بحال كتخلق ليا مشكل، شوف فين افيشات لي محمد وفين افيشات لي خالد. دونك باش ما تخلقش ليا داك المشكل غنكومونتيها، وغادي نخدم بالثانية بوحدة من الاولى ما خدات والو، كومونتي حتى هي باش نقول واش منين جات ولا شي حاجة. لاحظوا المرة الثانية فاش غادي نعطي، فاش نخدمو بجيت محمد خالد كما كتلاحظوا هي افيشات لي محمد خليل كامل. دونك هاد سكان اف كتحبس ليا عند سكان اف كتحبس ليا عند اول، غير كتلقى اول اسباس صافي كتعتبر بان الشينت كاركتر سالات تما، وهذا مشكل ما يمكنش ليا نعتمد عليها باش ناخذ دي تيكست اللي فيهم فيرغي باردون اللي فيهم اسباس. هاد جيتس ما كتحبس حتى كتلقى روتور الالين، يعني ما كانش روتور الالين ما كتحبسش، يعني حتى دير روتور نتا الالين اونطري عاد بالنسبه لك كتحبس لاشين كاركتر ديالك. دونك باش تبغي تاخذ واحد الجمله طويله اللي فيها لي زيسباس او واحد لو نو كومبلي في 2 ولا 3 من الافضل انك تخدم جيتس، ولو انه كاين طريقه باش تخدم سكان اف ولكن شويه غادي تخربهم، ولذلك من الافضل انك تخدم جيتس. هذا هو علاش الفرق ما بين جيتس وبوتس. نحبسوا لا فيديو ديالنا هنا، نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله، نشوفوا حوايج اخرين على هاد لي شينت كاركتر.